مطبخ رمضان بكل الألوان. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رمضان بكل الألوان. اليوم حلقتنا من المطبخ اللبناني وتحديدا المطبخ الطرابلسي اللبناني. الأكلات الشعبية اللبنانية بتتميز بغناها وتنوعها وطعمها الطيب والمشهور حول العالم، وخصوصي خلال شهر رمضان المبارك. فمن أبرز مظاهر التراث اللبناني هو تنوع الوجبات اللي بتتقدم خلال الشهر الكريم، وبتتنافس من خلال النساء بجودة وطيبة الوجبات. ومعنا اليوم ضيفنا الأستاذ أحمد كبارة، صاحب قناة المطبخ الطرابلسي على اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام، يلي حيقدم لنا أكلة مميزة من التراث الطرابلسي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية New Concept Production and Design، رائدة إعداد وتجهيز المطاعم والمطابخ بالمعدات بشكل كامل، غرف التبريد والثلاجات. يمكننا مساعدتكم في الحصول على التمويل اللازم لمشروعكم، وكذا الحصول على الإجازات اللازمة من الدوائر الصحية. نخدمكم بخبرة 25 عاما. ناجي عبود صديقكم الدائم. للاتصال الهاتف رقم 248-442-9292 وتماما على 33900 West 8 Mile Farmington Hills. للمزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني www.nuconceptproducts.com. استاذ أحمد مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يا أهلا فيك استاذ زاهر، بيسعدني يكون متواجد معكم اليوم بهالبرنامج الرائع. استاذ أحمد، شو رح تقدم لنا اليوم؟ سامعين بكبة أبو آمنة؟ أكل شعبية خاصة عند الأشخاص اللي بفضلوا يبتعدوا عن اللحوم بنظامهم الغذائي، وهيدي الكبة بتلاقي بحشوتها رمان، شي كتير لذيذ. واو شهيتنا. طيب ممكن تعلمنا طريقة التحضير؟ أكيد من عيوني. كبة أبو آمنة هي بالأساس أكلة قديمة كتير 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 كتير، كانت تنعمل قبل بالقرى والبلدات الريفية، ومن بعدها صاروا أهل طرابلس يعتبروها واحدة من أهم أطباقهم، ومؤخرا صرنا نلاقيها كمان بالمطاعم الفخمة. المكون الأساسي للكبة هو السريسيرة، يلي هي القمح المجروش بعد السلق، واللي هي بالغالب تنفصل عن القمح المجروش الناعم لتنحفظ لهيدي الأكلة تحديدا. أول شي بدنا للعجينة كوبين برغل ناعم، نص كوب طحين، معلقة صغيرة كمون مطحون، معلقة صغيرة فلفل حر، ونص معلقة صغيرة ملح. طريقة تحضير العجينة: بنغسل البرغل وبنقع مدة 5 دقايق، وبعدين بصفى كتير منيح. منصفي بوعاء منعجن الطحين مع البرغل، بعدين بنضاف عليه الكمون والفلفل الحار والملح، وبتنعجن المكونات حتى تصير العجينة متماسكة. هلأ بدنا نحكي عن مقادير الحشوة. بدنا 4 معالق زيت نباتي، 4 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة، كوب واحد من الحمص المنقوع والمقشور، 4 حبات رمان حامض، ضروري يكون حامض، نص كوب دبس رمان، ونص كوب زيت زيتون، 2 معالق صغار نعنع يابس، ونص معلقة صغيرة ملح. طريقة تحضير الحشوة: بمقلاية صغيرة بنحط الزيت النباتي وبنضاف البصل وبيتقلب لحتى يدبل، منضيف عليه الحمص وبيتقلب مع البصل، منشيل البصل والحمص على النار ومنتركهم حتى يبردوا. بس يبرد البصل والحمص منضيف الرمان، زيت الزيتون، دبس الرمان والنعنع والملح. هلأ وصلنا على طريقة تحضير راس الكبة. منقسم العجينة كرات متساوية الحجم حسب الرغبة على شكل دائري مناسب، منمد كرة عجينة الكبة ومنتنحشها بكمية مناسبة من الحشوة، وبعدين منغطيها بطبقة تانية وبتتسكر اطرافها بشكل منيح. بنحشى باقي الكمية بنفس الطريقة، وبعدين بتنشوى الكبة مثل ما خبرناكم بالأول. ألف صحة. وأنا بالختام نتشكر وجودك معنا اليوم أستاذ أحمد، وإلى حلقة جديدة ومع وصفة جديدة من برنامجكم رمضان بكل الألوان. مطبخ رمضان بكل الألوان.